اقرا عندك كما قال مولاي مصطفى بزاف ديال ثلاثة دقائق الى غنمشيو للموضوع بلا ما نديرو دم. لم تكن هناك نيه لا الاقصاء ولا التهميش ولا ان شي واحد يتحيد، غادي تشاف الجميع ويناقش الجميع ويهضر الجميع. غير في الدوره كاينه اجالات الله يجازيكم بخير، انا ضرني انا سمعت بعض الحويجات اللي هي ضد داكشي اللي كان المصادر مشات ليه المكتب منذ البدايه، ولكن هذا ماشي مشكل، هذه البدايه. اليوم انعقدت الجلسه الاستثنائيه، الدوره الاستثنائيه لقانون النظام الداخلي اللي حضرها اغلبيه ديال المستشارين واعضاء ديال المجلس، وكانت دازت الحمد لله في اجواء ديمقراطيه، فيها النقاش، فيها التفاعل، فيها كل واحد دفع الافكار ديالو. اللي لاحظنا على انه هذه العمليه هذه درناها قبل الشهر هذه، اننا جلسنا مع اغلبيه ديال الوكلاء ديال اللوائح ديال الهيئات السياسيه الممثله في المجلس، وكان نقاش وكان تفاعل حول النظام الداخلي، وايضا اعطينا فرصه لجميع المستشارين مده طويله هذه من اجل اغناء هذا القانون الداخلي، وهذه اول مره يتم بهذا الشكل تشاوري ما بين اعضاء المجلس. ثانيا المساله اللي هي مهمه ايضا هو انه من خلال المداخلات اكتشفنا على انه الاخوان كلهم لديهم رغبه من اجل ان نشتغلوا في واحد الجو اخوي، في واحد الجو حبي من اجل المصلحه ديال المدينه ديالنا. يدار مؤاخذات؟ لا، لم يكن هناك نقاش ما بين الاغلبيه وبين العداله، احنا كنا مجلس واحد نحن، وهذا عادي وطبيعي وديمقراطي ان يكون نقاش. العامل الزمني والتاخر يعني ديال الادراج؟ لا، ما كاين حتى تاخر، راه كاين اجال قانونيه كيحددها القانون. دوره اكتوبر كان مفترض دار نهار 7، يعني قبل 7، و7 راه عرفتوا بان مازال كاين دوريه ديال الوزير الداخليه اللي كتحدد على انه راه كاين استثناء هذه السنه بحكم التزامن الانتخاب والانتخابات وانتخاب المكاتب، اعطى الاجال وحنا راه درناها في اكتوبر اللي هي هذا النهار هذا. اذا راه ما كاين حتى شي تعارض، ما كاين والو، كل شيء الامور غدير في الاجال، وبالتالي انا لا ارى مبررا، لان البعض كيقول كاين تاخر كاين تاخر تاخر، كاين شي بعضين بغاو يسجلوا على اكادير، ولكن ما كاين مشكله، حنا في بلد ديمقراطي الحمد لله. غياب ديال السيد الرئيس اليوم؟ السيد الرئيس غاب بعذر بحاله بحال واحد 6 ديال المستشارين اللي كاينين، والسيد الرئيس نظرا للمهام ديالو الوطنيه، وانتم عارفين فين كان هاد 3 ايام هادو ولا 4 ايام، كانت متعذر عليه على انه يكون معنا اليوم، ولكن الدورات الاخرى اللي غتكون اكثر اهميه واللي فيها النقاش وفيها الميزانيه وفيها كذا راه هو غادي يحضر ليها، وماشي هذا فقط، راه هو عن قريب وانتم غتسمعوا هذا الشيء، راه غادي يكون هنا وغيدير زيارات ميدانيه وغيدير بزاف ديال الحوايج، وبالتالي الناس انا عارفهم متعطشين للحضور ديال السيد الرئيس ميدانيا كذا، راه غادي يجي، ولكن كنأكد لهم وبصدق انه يتابع بشكل يومي جميع المسائل المرتبطه بالتسيير ديال المجلس الجماعي وتتهم المواطنين، وكيدقق فيها نقطه بنقطه، وكاينه فرق عمل اللي كتشتغل على الارض، وبالتالي راه الحضور الجسدي ماشي هو فقط الا كاين الانسان غيكون العمل والعطاء، ولكن ايضا راه العطاء راه غادي نشوفه على الارض، الانجازات ان شاء الله ستكون وسيرها المواطنون.